صبحكم الله بالخير وحياكم الله ويانا في حلقة جديدة من برنامج الديربي. وطبعا حلقتنا اليوم سنواصل فيها الحديث حول المباريات الخاصة في دورينا والمباراتين اللي لعبوا يوم أمس في دورينا. راح نناقش هالمباراتين فنيا وتحكيميا مع ضيوفنا ومحللينا المتواجدين معنا اليوم. نرحب فيهم على اليمين اللاعب السابق والمدرب الوطني كابتن علي عبد الرضا، بجانبه اللاعب السابق وايضا مدرب الوطني كابتن فرج لهيب، على اليسار الحارس السابق حارس المرمى السابق وايضا يدرس حاليا في دوره التدريب الله يوفقه ان شاء الله الكابتن شهاب كنكوني، وبجانبه ايضا اللاعب السابق والمدرب ايضا الكابتن مسعود فريدون. حياكم الله يا اخوان، صبحكم الله بالخير ويا اهلا ومرحبا فيكم. اللي حاب يشاركنا ارقام هواتفنا موجوده على الشاشه. نشكر كل من يتداخل معنا ويثري البرنامج في مداخلاته. الشكر لرعاته وداعمينا شركة وينرز العالمية معقمات هايجين ومياه بيرين، الشكر لشركة اتش واي سي ام، الشكر ايضا لاطياب القمة، الشكر لاجواخ الملوك، الشكر لنظارات كيفان، الشكر ايضا لدير اندير، الشكر لمعرض بريمير سبورت وكلاجي فوفوزيس في الكويت، الشكر ايضا لمعرض اسد الملابس الرياضيه، والشكر ايضا لمتادور ديزاين. قبل لا ابدا خل اشكر طبعا اخوي العزيز خلف العنزي زميلنا اللي تولى المهمه خلال الفتره الماضيه خلال فتره غيابي، والله يعطيك العافيه يا ابو اميره، وما قصرت كالعاده يعني قمت في الواجب واكثر ما في شك. ايضا يمكن خلال إجازتي أو خلال فترة غيابي مرت علينا أحداث يعني محزنة ما في شك، هذه فرصة أن نعزي الأخوان. أنا نسيت أيضا أشكر الأخوان في محمصة كازو أند مور، كل الشكر لهم، أحد رعاتنا وداعمينا أيضا. طبعا عزي أخوي العزيز فيصل غريب أحد الزملاء اللي تشرفت في العمل معاهم في القناة الثالثة، المخرج فيصل غريب بوفاة عمه وهو خال أيضا معدنا صلاح جاسم، عندنا في القناة الثالثة الرياضية زميلنا أيضا، طبعا بوفاة أيضا خالة يعتبر العم حجي الغريب اللي هو كان نائب رئيس الاتحاد الكويتي كرة السلة وكان أحد مؤسسين أيضا كرة السلة. أيضا من الأخبار المحزنة تلقينا خبر أيضا وفاة ورحيل رجال سياسيين لهم مكانتهم سواء على مستوى أبناء القبيلة كالعم غنام الجمهور اللي نعزي أسرته الكريمة بوفاة هذا الرجل والنائب السابق، وأيضا الرمز أحمد الخطيب الدكتور أحمد الخطيب اللي أيضا فقدنا هذا الرجل أيضا القيادي البرلماني المحترم ما في شك، فنعزي أيضا أسرته الكريمة ونقول لهم جميعا طبعا لأسرة الجمهور لأسرة الخطيب وأسرة الغريب أيضا عظم الله أجركم والبقى براسكم. أيضا من الأحزان إلى أخبار مفرحة، واستاذن من الأخوان ما عليه يعني العودة أو العودة بعد الغياب في بعض الأمور لابد أن أتطرق لها اليوم. يعني أنا شخصيا سعدت بمشاهدتي لرجلين يعني ويمكن الاخوان احتكوا وياهم اعتقد من جيلهم، يمكن لما اشوف هالرجلين اليوم ينالون ثقة حضرة صاحب السمو امير البلاد حفظه الله ورعاه وثقة سمو ولي عهده وثقة ايضا سمو رئيس مجلس الوزراء، هذه دلالة على ان هذين الرجلين او يعني هالشخصين لهم مكانة بالتأكيد مو بس عندنا كرياضيين ولا ككويتيين كشعب كويتي، ايضا لهم مكانه عند القياده السياسيه. اليوم فرحنا الحقيقه باختيار الشيخ احمد النواف الصباح وتعيينه كنائب اول لرئيس مجلس الوزراء ووزيرا للداخليه، والشيخ ايضا طلال الخالد الصباح بتعيينه ايضا وزيرا للدفاع. هالشخصيتين احنا كرياضيين تشرفنا الحقيقه ان تعاملنا معاهم احتكينا معاهم، فعلا كانوا رجال بمعنى الكلمة، تواضع، حكمة، حنكة، اسلوب،
حكمة، أيضا مقدرة على حل المشاكل، كل الأمور اللي يحتاجها الرياضي كانوا يلقون عند الشيخ أحمد النواف والشيخ طلال خالد، كل رحابة صدر، كل الباب دائما مفتوح. فاختيار ما في شك موفق من سمو رئيس مجلس الوزراء، وأرجع وأكرر نيل ثقة سمو الأمير وسمو العهد هذه دلالة على أن الشيخ أحمد النواف والشيخ طلال خالد يستحقون هذه الثقة. تحية أيضا والتهنئة لنجليهما اللي يمكن أيضا لنا مكانة ولنا أيضا اتصال مع هالشخصيتين اللي نعزهم ونقدرهم، الشيخ نواف أحمد النواف نجل الشيخ أحمد النواف، وأيضا الشيخ خالد طلال الخالد أيضا نجل الشيخ طلال أيضا لهم مكانة. مع العلم ترى الشيخ نواف أحمد النواف مانشستراوي ستاوي، وشيخ خالد طلال خالد أرسنالي، ففي معركة بينهم رياضية، بس يجمعهم شيء واحد حب القادسية، هذا اللي عرفه، ما أدري عاد إلا كان الشيخ نواف قلب صار أرباوي مع الوالد ما أدري، أو الشيخ خالد قلب وصار كويتاوي ما يندره والله عاد. الموضوع عندك يا شيخ خالد طلال. عموما إذا عندكم كلمة، أعتقد أنت احتكيت مع الشيخ طلال، أعتقد كان نائب رئيس الاتحاد ولا ما لحقت عليه بولا. والله طبعا بس طبعا اليوم احنا سعيدين أن الشخصيتين صراحة كانوا لهم الأثر في الرياضة الكويتية، كان على كل رياضي كل لاعب يعني احتكينا وياهم. الأمانة تحس ان القيادة الإدارة يعني اللي يفقدها حين تفقدها الرياضة الكويتية. فاليوم احنا سعداء ان شخص يتقلدوا في وزارات، وزارة الداخلية وزارة الدفاع، وان شاء الله ان نسأل الله ان يعينهم على حمل الأمانة، وان شاء الله نتمنى بعد ان تكمل الفرحة بعودة الشيخ احمد الفهد باذن الله ان شاء الله. بو لهيب طبعا بو سعود انت ما ادري احتكيت وياهم صح الاثنين ولا الاثنين؟ اي نعم. كونهم يعني كرياضيين كداعمين ايضا يعني من الناس، يمكن احمد نواف شيخ اول شيء نقول الله يوفقهم في مهمتهم الجديده وهم قدها طبعا في الاداره، ما تفضلت بالحنكه في امور كثيره، يمكن كان داعم كبير للرياضيين، يمكن اكثر الرياضيين لما يعتزون كانوا يروحون حق الشيخ احمد نواف وما كان يقصر معاهم. بالإضافة إلى أيضا الشيخ طلال بالفعل كان رياضي، ولا ننسى كان سهل وايد أمور في كمال الأجسام. صحيح. من الرياضيين كنا أذكر كنا نتمرن هناك في فترة الصباح وكان يسهل لنا الأمور في داخل النادي، فالله وفقهم، وإحنا يعني كلنا ثقة أنهم يعني قد هذه المسؤولية، والله وفقهم إن شاء الله. إن شاء الله. وأحمد طبعا انا ما ازيد على كلام الاخوان، الشيخ احمد النواف شاتي فيه مجروحه من ايام ما كنا نلعب منتخب، كنا صغار كنا نحتك فيه، كان يعني ناصح يعني بشكل كبير وموجه يعني ومعلم يعني الامانه، كان دائما يحثنا على الانضباط والالتزام، وكان متواضع بشكل يعني مو طبيعي، وشهادتنا فيه مجروحه. والشيخ طلال خالد يعني دائما كنا نشوفه حاضر في المباريات على ايامنا في السابق، يعني داعم رئيسي لنادي القادسية ومحب للقادسية، وحتى نجلة يعني عندنا ترى نجلة عندنا بالديوان الأميري نجلة، يعني علاقتي هم أنا فيه قوية، فأتمنى لهم التوفيق وحمل هذه الأمانة، وأعتقد هم يستحقون هذه المكانة اللي أعطوهم. أبو خالد الأمانة الأخوان كفوا ووفوا بالشخصية، أنا ما أتمنى لهم كل التوفيق بحمل الأمانة اليوم، والله يوفقهم إن شاء الله. إن شاء الله. قبل لا أبدأ أيضا في مناشدة وحبوا يعني توصل عن طريق برنامجنا للأخوة المسؤولين، وتحديدا معالي وزير الصحة الدكتور خالد السعيد. الدكتور خالد هو أيضا يمكن تشرفنا قابلناهني وشفنا شلون مهتم أيضا بالوسط الرياضي وبالشأن الرياضي. فاليوم دكتور خالد عندنا شخصية رياضية خدمت الكويت صراحة وضحت بالغالي والنفيس من أجل الكويت، فنتمنى اليوم اللي نرد هذا الجميل لهذا الرجل اللي هو الأستاذ الفاضل خالد خليفة، لاعب ألعاب القوى وبطل الكويت في ألعاب القوى، اللي رفع اسم الكويت عاليا في محافل خليجية وعربية وآسيوية. الرجل أمانة الحكومة ما قصرت في الفترة السابقة، ودته أعتقد لندن، هو يعاني من بسم الله عليكم سرطان في القولون،
والأمور يعني الحمد لله بعد ما خلص إجراءاته في لندن رجع شعر ببعض الآلام، فيعني ما أحب إنه مرة أخرى يروح يراجع الحكومة والأمور، فقال أنا بروح تايلند على حسابي أشوف الفحوصات والأمور اللي تخصني يعني. لكن للأسف اليوم بلغوني الإخوان وبلغني الأستاذ محمود أبل إن الأستاذ خالد خليفة استاءت حالته الصحية ووضع الصحي يعني أصبح سيء، يحتاج دعواتكم. الأمر الآن يعني حسب ما قال لي الأستاذ محمود إنه يعني على الأقل إذا ما تتكفل الحكومة في 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 علاجه على الأقل يرجع الكويت، لأن الوضع يعني أصبح صعب. فأتمنى من معالي وزير الصحة يتدخل شخصيا يشوف شنو حالة هذا البطل الرياضي. وأيضا كل الشكر حسب ما قال لي الأستاذ محمود الإخوان في سفارة الكويت في تايلند أمانة ما قصروا، يعني قاموا في الواجب وأكثر، لكن بحاجة إلى يعني ردة فعل سريعة من الإخوان في سواء في وزارة الصحة أو الإخوان المسؤولين في الرياضة. يعني أتمنى تدخل الشيخ فهد الناصر الصباح رئيس اللجنة الأولمبية على الأقل يعني يتابع حالة أحد أبناء الكويت وأحد أبطال الكويت، يعني يتدخل شخصيا من خلال يعني اتصالاته مع معالي وزير الصحة ومعالي وزير أيضا الشباب لحل هذا الموضوع بينهم كوزراء. فنتمنى إن شاء الله رسالتنا توصل. آخر نقطة قبل لا أدخل في أول جزئية في حلقتنا، أنا خلال فترة غيابي طبعا تشرفت، الله يسلمك مشكور، تشرفت الله يسلمك يا أبو، تشرفت بدعوة كريمة من الأخ العزيز عماد الراشد أبو سلطان والإخوان في شركة HYCM، دعوة لزيارة أذربيجان كانت فيها لقاءات رسمية ولقاءات غير رسمية. تشرفت بأن ألتقي أيضا ببعض الشخصيات اللي لها أيضا مكانتها يعني رجال أعمال أو كرياضيين، فتشرفنا أيضا يمكن خذنا جولة في هذه المدينة الجميلة مدينة باكو. فأمانة يعني كلمة شكرا قليلة في حقك يا أخوي أبو سلطان على المجهود اللي بذلته معايا أنا شخصيا، واختيارك أيضا لي شخصيا كممثل لبرنامج الديربي، وهذا شرف كبير لي أكيد، وهذه دلالة على مكانة برنامج الديربي عندك يا أخوي أبو سلطان وعند الإخوان في شركة HYCM. فمرة أخرى شكرا على هذه الدعوة الكريمة، وفعلا شكرا للإخوان في أذربيجان أيضا، كل من قابلناهم هناك نشكرهم على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، وهذا أيضا مو غريب على الشعب الأذري اللي فعلا أثبت بأنه شعب كريم ومضياف. فكل الشكر مرة أخرى للإخوان في أذربيجان اللي التقيناهم من أخوة يعني مسؤولين أو أخوة رياضيين أو أيضا الإخوان في شركة HYCM. أول موضوع راح أبدأ فيه جريدة البيان الإماراتية حاطة خبر اليوم جريدة الخميس، أمس الأربعاء كان في وفد تفتيشي من اتحاد كأس الخليج العربي تفقد ملاعب الكويت لأن أو منشآت الكويت، لأن حسب ما هو متبع أن 25 خليجي 25 يجب أن تقام أو مفترض أنها تقام في البصرة، لكن إذا ما يعني لا سمح الله الأمور ما كانت طيبة لاستقبال البطولة، فالكويت مقدمة طلب أن هي تستضيف خليجي 25. الإخوان إذا ممكن تحطون الخبر، نعم مشكورين. لجنة خليجي 25 تعترض على ملاعب الكويت، طبعا الخبر من أخونا أحمد عبد اللطيف زميلنا الإعلامي النشط ومراسل وموفد أو مراسل البيان الإماراتية في الكويت. طبعا الخبر يقول أن اللجنة أبدت لجنة خليجي 25 خلال زيارتها للكويت والتي استغرقت لمدة يومين رفضها من بعض الملاعب لعدم جاهزيتها. طبعا الإخوان آخر سطرين أعتقد حاطين أسماء الملاعب اللي زاروها اللي هي اعتقد استاد علي صباح الناصر في النصر ونادي الكويت واستاد جابر واستاد خيطان واستاد نادي الكويت واستاد صباح السالم واستاد كاظمه، هذه الملاعب اللي زارتها لجنه خليجي 25. وحسب كلام الاخوان في جريده البيان الاماراتيه ان لجنه خليجي 25 تعترض على ملاعب الكويت، وهذا الامر
يعني أترك المجال الأخوان يعلقون على هالموضوع، أمر متوقع. يعني إحنا خلكم منطقيين ومنصفين، يعني لولا سمو الأمير راحل طيب الله ثراه الشيخ صباح الأحمد، ترى لا يمكن كانت تقام البطولة قبل فترة، قبل اللي كانت في الدوحة، أنها تقام في الكويت. لكن نظرا للوضع اللي كان موجود خليجيا، ونظرا لرغبة سمو الأمير طيب الله ثراه في لم الشمل الخليجي، وأيضا لمكانة سمو الأمير الراحل عند الإخوان في دولة قطر تحديدا، وعند سمو الأمير الشيخ تميم، تنازلوا عن البطولة من أجل الكويت ومن أجل سمو الأمير الراحل الشيخ صباح، فأقيمت في الكويت. مع العلم أن وقتها ترى نفس المشاكل ونفس البلاوي موجودة نفسها كمنشآت رياضية، لكن تقديرا مرة أخرى لسمو الأمير رحمة الله عليه الشيخ صباح وافقوا الإخوان في خليجي في اتحاد كأس الخليج. لكن اليوم لا مجاملات، أو أعتقد يعني إنه والله ها يلا بالراضي الإخوان في الكويت، ولا والله على حساب بطولة ناجحة، لا الأمر أعتقد أصبح مرفوض. وحسب ما نمى إلى علمي إن من الملاعب اللي زاروها ترى ملعبين فقط وافقوا عليهم، أو يعني أبدوا نوعا ما رضاهم عنه، ملعب النصر واستاد جابر فقط. يعني لا الكويت صالح، لا ملعب كاظمة صالح، لا العربي صالح، لا خيطان صالح، لا يعني انت حين ياي بوفد موديهم حق ملاعب انت تدري اصلا ملاعب سيئة، ما يصير يا اخوان، والله ما يصير. يعني كأنك تقول حق الاخوان لا تخلوا البطولة عندنا في الكويت، يعني انت تدري الكويت اصلا، الكويت قبل فترة مسكرين المدرج مالهم قالين في تشققات، العربي قبل فترة نعم العربي تحدث بالضبط، خيطان احنا حاطين قدام الناس المظله طايحه، ما ادري الخيمه مشقوقه وطايحه على 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 الناس بالمدرجات. يعني شو تبي، شو توديهم حق هالملاعب؟ شلون ما عندنا غيرهم هاي ملاعب عشان تستضيف ما عندنا، المفروض ما يستضيف، المفروض ما يطلب انه يستضيف. انت قبل لا تعدل ملاعب ابو لهيب عدل الارضيات، ما نبي شيء، انت طبقت احتراف مثلا العقود قبل لا تعدل الاهم، انت عدل ارضياتك، جيب ارضيات من الخارج، تعاقد ويا شركات خارجيه، على الاقل خلي المستوى الفني يرتقي ذيك الساعه، فكر انك تطبق احتراف للاعبين والمحترفين، احنا معاهم ونبي يطبقوا الاحتراف، بس البداية مو لازم المنشأة تكون صالحة. احنا شوف هذا اللي فاقدين ابو سعود، احنا كل يعني لا انا بقول لك معلومة بس نمل علمي، انا عندي نمل علمي لا نتضارب. ايه انت بتقولها ولا اقول انا نمل علمي؟ ان احد المفتشين دش الملعب حط ريله وطلع مرة ثانية. ايه ما اخذ خطوتين، خطوة واحدة لا اول ما ودوهم هذا ملعب خيطان، احد الملاعب ما لا لا ملعب خيطان، اول ما ودوهم ملعب خيطان قال هذه المنطقة اساسا منطقة شلون الجمهور راح يدخل، وين يصفط؟ يعني شوف اول ما دخل صحيح. الحين راح اوكي دخل، الحين دخلوه قالوا يلا يبا هذا راح الملعب، اول ما دخل الملعب قال هذا ملعب بستضيف فيه خليجي 25 طلع من الملعب. شوف احنا في كل لا يزعلوا علينا اخوان نادي خيطان ما يتحملوا المسؤوليه، ما في مجاملات، انت قلت مساء ما في مجامله. يعني جماعه احنا في كل حلقه في كل برنامج سواء احنا او محللين او برامج ثانيه يتكلمون سوء او نقول تدني مستوى الكروكاتيه وسب المنشات، احد اسبابها يعني ان ملاعب ما عندنا، غرف للاعبين موجوده، ارضيات تفشل. شوف الارضيات الحين يمكن قاعد يعدلون الغرف بس هم ماكو فايده، فرج يعدلون الغرف، يعدلون الغرف ومخلي الارضيات. انت الحين انتم لاعبين منتخب سابقين، خلكم واقعيين، فرج لما نلعب برا ما تستمتع، انت ما تلعب كره وتستنى. بس احمد الحين الارضيه قاعد يصلحونها، خلكم منصفين، قاعد يصلحون الارضيات، ارضيات الحين قاعد يلعبون الدوري شطاري. تصلح حق نادي دورينا، في دورينا بس احنا في حفر. انا امس هم رايح النادي تيمار خارجيه، تحس انه مرات في حفره كذي، في ما في صيانه دوريه. احمد قاعد يصلحونها حق دورينا فقط، لكن مو حق المشاركات الدوليه، ما يصير ما يشاركون ولا حد يقدر يلعب على هالارضيه هذه، شيء فشل. يعني اللي دعاهم عشان نشوف ملاعبنا غلطان. نفس ما قال عزيز اني انا اجامل ومشي الامور علشان والله يعني استفيد، غلطان. يبقى الناس الحين واعيه تفهم وتشوف، صعب انك انت توافق على ارضيات نفس المشاه هذه اللي الامانه تفشل بالفعل. ما نقول تفشل بس عزيز تفشل. ليش هالملاعب هذه؟ يعني اخر ملاعب كانت يعني منشاه جديده نادي الشباب وهي جاهزه لاستضافه اي محفل، ونادي اليرموك وهم المجهزين يعني، واستاد جابر جاهز، يعني انت قاعد تستضيف بطوله خليجيه، يعني
هي كلها فيها سبع فرق تجمع بين وثلاثة. إيه انت تبي لا لا انت الحين تبي انت مو بطولة اسيوية. اضاءة نادي اليرمو نادي الشباب شايف اضاءة نادي الشباب ايش فيها اضاءة جدا سيئة اسوأ اضاءة ممكن تعدل بس في امور لدرجة محمد مفروض يعدلونها محمد انت صح نادي اليرموك نادي اليرموك الكشاف ورا المنصة حتى يقطي على اللاعب اوكي اعدل هذه الامور تتعدل بس في امور ما تتعدل انت اليوم يعني غلط مثل ما قال ابو احمد ابو خالد وده ملعب الشباب على الاقل يشوف كارضيه نادي الشباب من افضل لا لا مو انت المنشات الاخر منشاتين يرموك الشباب هم اللي مهيئين حق استضافه اي بطوله حتى مباراه المنتخب تقدر تلعب فيهم زائد نادي استاذ جابر ونادي النصر ترى يعني هذه بطوله الخليج بطوله تجمعات فيها سبع فرق يعني تقدر تجمع فيها بالمنشات هذه ولكن احنا راضيين عن المنشات بحكم المنشات اللي قاعد نشوفها بالامارات وقطر والسعوديه لا طبعا يعني المفروض يكون احنا افضل منهم في مراحل ولكن انت اليوم احنا نطلع ان احنا ما عندنا ولا منشئه صالحه او انه ولا منشئه ما فيها نقدر نلعب فيها لا نادي الشباب جاهز ونادي اليرموك جاهز استاذ جابر جاهز وحتى نادي النصر جاهز من غرف من ارضيات ترى الارضيات الحين افضل من السنين الماضيه كنا نلعب فيها هلا هذه ارضيات انا العب فيها ما ابي اقول لك اوروبا هذه نفس ارضيات اللي قاعد يلعبون فيها البحرين دوله البحرين وقطر وعمان امانه هذه ارضيات لا لا انت هذا موجود هي مو سيئه ولكن تقدر تلعب فيها افضل من قبل افضل من قبل مراحل يعني افضل ما كنا احنا ايام ليش بس ليش انا اوصل مرحله اقدر ليش اوصل مرحله اني اقدر العب عليهم ليش انا افشل نفسي واخلي العالم الدول الخليج يشوفون المنشآت ان انا تعبان وشون قاعد العب معاك فرج بس انت اليوم انا قاعد اقول لك ليش ودوهم الانشئات هذه هذا من شغله قديمه صار زين ولمتى تبي انت ملعبين بس العب عليهم انا هذا معاك ما يصفح ما يعني متوفر ملاعب خمس ملاعب ما يصير على ملعبين ويصير لا هي شوف ابو لهيب احنا اليوم شوف انا تشرفت يمكن رحت مع الاخوان في 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 المجلس الاولمبي الاسيوي وفي اكثر من دوله كانوا يتفقدون الدول وملاعبهم ومنشاتهم اللي بتستضيف احداث رياضيه في امور يعني انت اليوم لما تتفقد شيء ترى مو تتفقد بس المنشاه انها جاهزه ولا مو جاهزه كل شيء حوالينها ان الجمهور لما يجي بوابات الدخول بوابات الخروج لما الجمهور بيحضر يبي يطلع هل 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 راح تكون له سبل الراحه شنو يمينك شنو يسارك شنو موجود هل في مثلا يمك والله امور مستلزمات تقدر يقدر الجمهور انه مثلا الاستثمار يعني نجاح البطوله من الجمهور لازم يكون مرتاح قاعد يعني في امور اخرى مو بس انه اودي المفتش يلا شوف الملعب ترى ملعب تحفه زين تحفه بس حوالينك منطقه سكنيه مثلا مستحيل يوافق معناته مسعود الرفض مو بس ان الارضيه نفس ما قلت اشياء انا قلت لك الاخ العزيز اللي راح نادي خيطان من اول ما ودوه حق نادي خيطان بالطريق قال وين يعني النادي وين مداخله هذا مداخله حق الجمهور اللي بيحضر كبار الشخصيات اللي بيجون يعني بيجيك رئيس اتحاد مثلا الاسيوي خلينا نفترض ان ملعب خيطان قيمه عليه مباراه مهمه فاصله مثلا حاسمه بالمجموعه ما تدري مباراه بيحضرها مثلا خلينا نقول شخصيه سياسيه كبيره في هالبلد من هالبلدين مثلا اللي بيلعبون شلون يبي يدخل الملعب والمنطقه ويعني في امور هم يحسبون حسابها ما يحسبون حساب بس فريقين جايين ويلعبون يلا السلام عليكم لا نجاحها تكون من خلال راحه الجمهور طلعتها دشتها لما يقعد والناس ما انت قلت يمكن شخصيات مهمه تحضر المباراه شلون راح يدخل كل الامور هذه صح اتفق وسعود نعم عموما هذا خبر سيء للاسف بدانا فيه ترى لكن سفر انت كل اخبار سيئه والله شو اسوي ايش اسوي عموما ماكو ان شاء الله ماكو شيء ايجابي بعد الفاصل ان شاء الله راح نتطرق الى مباراتي الدوري اليوم لكن يمكن خلال فتره غيابي نخليها ان شاء الله نخليها بعد الفاصل حتى يجهز الخبر واعرضها لكم على الساده المشاهدين حتى اعلق عليه بعد الفاصل سعود صباحكم الله بالخير. قبل أروح حق مباراة كاظمة والشباب الخبر اللي كنت بتكلم عنه يتعلق في تصريح الأخ العزيز حامد البلوي المدير التنفيذي لفريق الاتحاد السعودي. طبعا كلكم شفتوا الهزيمة الغير مستحقة للاتحاد والفوز الغير مستحق
لربع مبارك الدوسري على الاتحاد. طبعا حامد البلوي مدير التنفيذي للاتحاد شو يقول؟ يقول اتحاد الكره ما يعرف يختار حكام اجانب. ما حدث بلقاء الهلال كارثه تحكيميه، قرار ايقاف حمد الله وصل ونحن بالطياره. ردي على الاخ العزيز حامد البلوي، تذكر يا استاذ حامد انا اتطرقت حق هالموضوع، قلت لما اختاروا غربال حق مباراه الهلال والنصر ما يصير مختارين حكم عليه ملاحظات من الاتحاد الافريقي يحطونه حق مباراه مهمه مثل الهلال والنصر. طبعا ما علقتوا انت ويا الاخوان في الاتحاد لان المباراه الظاهر ما تهمكم. لما تكلمنا عن انسلمو وما حصل من سالم الدوسري ما حد تكلم ولا علق، وقلنا هذا تصرف مشين يجب ان يعاقب سالم الدوسري، ما حد تكلم، راحوا حق حمد الله وقفوه قبل مباراتكم مع الهلال، ووقفوا موري قالوا عنه تصرف مشين، بس سالم الدوسري تصرف مو مشين. يعني يا اخوي حامد ذوقوا من اللي ذاقوا العالمي وفريق النصر، وذوقوا من اللي قاعد يذوقون الفرق الثانيه، بس المشكله انتم ما تتكلمون لما الفرق الثانيه قاعد ذوق اللي ذوقه نادي النصر، لما تشربون من نفس الكاس تقعدون تتكلمون. لابد يكون لكم موقف مع اتحاد الكره السعودي وتطلبون عقد اجتماع لمناقشه مثل هذه الامور، ما يصير كل مباراه حق مبارك الدوسري وربعه امور تحكيميه تخرب المباراه كلها، ما يصير ولا مباراه حق الهلال تطلع ما فيها اي خلل تحكيمي، معقوله يعني؟ ما يصير. والمشكله تقول حق مبارك الدوسري بطولاتكم ولا بطوله عن جداره واستحقاق، يزعل. هذه واحده، باكر تاخذون الدوري بيقول لك والله احنا اخذناه بذراعنا، وين بذراعكم؟ كل مبارياتكم قرارات تحكيميه باطله. خل نروح حق كاظمه والشباب احسن، يبغى شوف كاظمه والشباب وتقرير فواصل. استاد ثامر بنادي السالمية احتضن مواجهة الشباب السابع بنظيره كاظم الوصيف في لقاء عنوانه لا بديل عن الفوز لكلا الفريقين. كاظم بحث عن الصدارة ولو بشكل مؤقت، أما الشباب للابتعاد عن مناطق الخطر. كاظم سيطر على مجريات الشوط الأول وكان الطرف الأفضل، وسنحت له فرصتين عن طريق الأردني أحمد عرسان، الأولى تحولت لركنية والأخرى تألق أحمد دشتي بالإبعاد، ليأتي بعد ذلك شبيب الخالدي ويفتتح التسجيل لفريقه بطريقة رائعة واضعا كاظما بالمقدمة. الان شبيب الخالدي يمر، شبيب يحط الكرة، الله! وصول الشباب الاول لمرمى كاظما بهذا الشوط جاء من دون اي خطورة على مرمى كنكوني، لتنتهي الفترة الاولى بتفوق كاظماوي بهدف دون رد. الشوط الثاني من المواجهة ينطلق مع فرصة ليوسف أبو جلبوش وأحمد دشتي بالمكان المناسب. بدر طارق يرسل عرضية مثالية وأحمد تيتي لم يحسن التعامل مع الكرة. الشباب حاول إدراك التعادل من كرة ثابتة وسط مطالبات لركلة جزاء، وبعد العودة لتقنية الفيديو الحكم سعد الفضلي أشار إلى استمرار اللعب. ومن سلاح المرتدات طلال العجمي أراد تعزيز النتيجة لكنه لم ينجح، ليأتي بعد ذلك علاء الدالي ويسدد كرة خطرة تألق حسين كنكوني بالتصدي لها، ليعلن بعدها الحكم صافرته بانتهاء المواجهة بفوز كظماوي بهدف نظيف. والله ضغط ما في ضغط، لأن قاعدين ندش مباراة احنا مرتاحين نعرف شنو نسوي، نستمتع نادش تمام، ما ندش تحت ضغط، وقاعد ناخذ اهم شيء الاهم بالمباراة اللي هي 3 نقاط، وان شاء الله القادم افضل باذن الله. عشان الحمد لله على كل حال استحقينا الفوز. يمكن بدايه المباراه كاظمه كان ضاغط، وبعدها الكل شاف كاظمه تراجع للوراء عقب ما سجل الجول، واللعب صار تكتيكي اكثر من هو لعب فعلي،
فأعتقد أنه ما استحقين الخسارة اليوم. الحمد لله هذا طبعا فضل أول شيء من رب العالمين وبعدها من اللاعبين والمدرب وإحنا كلنا شيل بعض بالملعب. حاليا ما بقى على عقدك إلا 4 أشهر، الموسم الجاي رضا ما حدد إلى أي نادي ينتقل؟ حاليا والله ما حددت، أنا ناطر أخلص مع كاظمة ويمكن أجدد، يمكن لا هذا للحين شيء ما أدري عنه أنا، وحاليا أنا مركز 100% مع كاظمة واللي الله كاتبه يصير بإذن الله. 3 نقاط كانت مهمة، يمكن قدمنا مستوى جيد الشوط الأول، الشوط الثاني حافظنا، ما قدرنا نستغل الهجمات المرتدة لكن حافظنا، قدرنا نحافظ على النتيجة، هذه 3 نقاط وباقي إن شاء الله 6 مباريات. إحنا طموحنا إن شاء الله الموسم هذا أن نحقق الدوري، إحنا منافسين المركز الثاني، كل الفرق جنب بعض، ما في مجال تخسر أي نقطة، وبالنسبة لصدارة الهدافين إذا كانت من نصيبي راح استانس، إذا ما كانت من نصيبي أهم ما عندي أن أساعد الفريق، أهم شيء مساعدة الفريق، إن شاء الله أن إحنا قادرين أن نحقق الدوري. في مواجهة بنكهة صربية، ماركوف مدرب كاظمة يتفوق على مواطنة نيبوشا مدرب نادي الشباب. كاظمة اعتلى صدارة ترتيب دورينا ولو بشكل مؤقت بعد فوزه على الشباب الذي تلقى أول هزيمة له بعد مرور 4 جولات. فواز صلال لبرنامج الديربي. شكرا فواز، قلت لك لكاظمة، نبارك للفريق والتأكيد جهاز فني إداري جماهير ولاعبين، هار لك لفريق الشباب. وعبد الوهاب، يعني فوز صعب لكاظمة. طبعا بسم الله الرحمن الرحيم، مبارك لفريق نادي كاظمة، الجهاز الفني إداري والإدارة واللاعبين على الفوز هذا. طبعا المهم بسعود اليوم أن الفريق عدى مرتين كانت من أصعب المباريات نظرا للظروف اللي مر فيها، طبعا تغيير مدرب والأمور اللي حصلت خلال الفترة، لكن اليوم حصل 6 نقاط، واليوم الفريق بإيده رجع المنافسة لحصد الدوري. كنا نتمنى أن الفريق خلال الفترة اللي طافت أن يتصدر الدوري في المراحل الماضية، ويمكن في بعض التعثرات صارت للفريق، لكن اليوم احنا نقول باقي الدوري اليوم بملعبك، وتقدر اليوم بإيدك تاخذ الدوري، خصوصا المباريات القادمة إن شاء الله راح تكون من أمام منافسين مباشرين لك. فلذلك اليوم نتكلم صراحة، أنا اليوم شفت الفريق اليوم أداء كاظمة في تصاعد صراحة كان أفضل من نادي الشباب خلال شوطين، حدد الفريق، لكن لحد الآن نقول يعيب الفريق اليوم إنهاء الهجمة في المرمى. نشوف الفرص الضائعة كثيرة في بالفريق، وأعتقد أن اليوم الجهاز الفني قيادة مدرب زلكو راح يعالج هذه المشكلة خلال الفترة طاف، لأن الفترة القادمة ما راح تتحمل انك تضيع فرص سهله مثل هذه، يعني خصوصا المباريات القادمه راح تكون ويا العربي منافس مباشر، وايضا وراها عندك ويا الكويت، فلذلك اعتقد القادسية والسالمية والتضامن، ايضا التضامن هم مهدد، لكن احنا اليوم نقول اليوم الفريق بدا يصعد امانه. اليوم الشيء الايجابي بسعود ان اليوم صراحه تألق وعودة النجم ناصر فرج، لأن خلال الفترة الماضية ما كنا نشوفه في التشكيل الأساسي، لكن اليوم مرتين شفناه موجود ساهم في فوز فريقه. لذلك هذا طبعا شيء يحسب للجهاز الفني. اليوم أنت شفنا عثمان الشمري موجود، عودة محمد العازمي، فلذلك أنا أعتقد الفترة القادمة نادي كاظمة راح يكون منافس شرس للدوري. نعم. ملهيب، هل فعلا يعني شفنا في تغيير لأداء كاظمة بعد مع المدرب الجديد؟ أنا فاهم سؤالك سعود، أنا وجهة نظري لا، ما في تغيير، ما شفت تغيير، شفت نوعا ما نقول أمور نفسية، ممكن هذا اللي تغير، لكن أمور تكتيكية داخل ملعب لا، لأن هذا أداء اللاعبين، هذا شبيب متعودين عليه يسجل أهداف. العرسان بدأ، يعني شفناه يمكن بداية الموسم ما كان يلعب بشكل أساسي، بعدها بدأ يدخل مع الأجواء وأصبح حل من الحلول وقاعد يتألق. ناصر فرج يعني نوعا ما اللي كان غايب
او نشوف مرات نشوفه زين ومرات نشوف والله نازل من سواه ناصر الفرج، يمكن بهالمباراه كان جيد، لكن الفريق هذا وهذا سيستمه رضا حمد حربي حسين كنكوني اللاعبين الكبار الخبره اللي يعتمد عليهم هادي كاظمه حاضرين، لكن يمكن يكون شيء نفسي تغيير الجهاز الفني وهذا ما انعكس المباراه حق كاظمه جايز. بس مسعود يعني خلينا نقول بعد نكون واضحين اكثر، ترى التضامن مو مقياس شباب مو مقياس مسعود، الشباب سيء. نعم لا يزعل مني فريدون، صار له فتره سيء، مو هذا الشباب مو هذا الفريق. بعد مباراه الكويت انا قايل بالضبط، بعد مباراه الكويت بالضبط بالضبط. فما نقدر نحكم على كاظم انه تغير شكله ولا الرسم التكتيكي ولا المدرب مع نادي الشباب، لان الشباب اساسا كان سيء في اخر مباراتين. انا اعتقد نادي كاظم يعني لو بالفعل استغل الجدول بالضبط، انا اعتقد كان هو حاليا المركز الاول، فارق يمكن 6 نقاط عن نادي الكويت. نعم. بالضبط، خسر 6 نقاط او خسر 4 نقاط من تعادلين بسعود، هي اللي خلتها في هذا الترتيب. ولكن لو مستخدم فعلا او مستغل الجدول، انا اعتقد يكون فارق. فوز مهم، فوز معنوي ايضا للجهاز الفني، ينحط فيه الثقه واللاعبين نوعا ما يبين في ارتياح، نفس ما قال ابو عبد الوهاب، معاب نادي كاظمة إضاعة الفرص بشيء كبير، يعني ممكن يخلصوا المباراة ترى بأربعة أو خمسة، هذا ما اللي شفناه من نادي كاظمة. لكن بشكل عام أخذ الأهم اللي هي 3 نقاط وقدر أن يزاحم نادي الكويت فيها. طيب أبو أحمد، أنا عندي نقطة واحدة أو شيء تأيد كلام أبو لهيب. أنا أشوف أبو لهيب له كل التقدير واحترام ولاعب دولي وله رأي، أنا أختلف معه في الرأي، ما أقول رأيه ما يعجبني لا، بس اللي اختلف في نادي كاظمة رتم اللاعبين صار أسرع، كان ابطا رتب اللاعبين مع داركو كان ابطا. انا اشوف المباراتين هذه بس الشباب ترى مش وهو يعني متصدر بسرعه اللعب، سرعه التمرير، سرعه التحول، نفس الشيء نفسيا والله. بس والله سرعه خلي النفسيه على الاقل، نقول خلي النفسيه، تغيير مدرب هو نفسي، ولكن سرعه الاداء سرعه التحول صارت اسرع، سرعه التحول في الكره المرتده صار الفريق اسرع. ما انا بارك للاعب، انا وشي ببارك للاعبين نادي كاظمه ومجلس اداره إجازي داري فني لاعبين على هذه الروح على الإصرار، نتمنى إن شاء الله استمرارهم وتحقيق الدوري اللي فاقدينه من سنين طويلة. المستوى الفني اللي قدمه كاظم، شوف في اللي مثل ما تفضلوا الجماعة، ناصر الفرج ليش ناصر الفرج قام يعود، قام يلعب المدرب في مهاجمين اثنين في الشق الهجومي، ترى قاعد يلعب 4-4-2، كاظم ما يلعب 4-4-2، هذا اللي كان في اختلاف بين الجهاز الفني السابق داركو والجهاز، كانوا في مناوشات في كلام في أمور، هذا اللي استبعد المدرب لأنه كان المدرب مو متعاون، كانوا ما يتدخلون، يعني حتى انا يمكن كنت اتكلم يا الشباب اللي بالنادي، ما كانوا يعني هم يبون يعطون وجهه نظر بس ما كان يتقبل وجهه النظر، كان يقولون ان ما يكون متعاون مو معناته يفرضون لاعب، انا قلت لهم انتم قاعد تفرضون لاعب، قال والله ما قاعد نفرض، احنا نبي يكون متعاون ياخذ في وجهه النظر. مدرب هذا شاب غير طريقه اللعب، عفوا اخذ وجهه النظر، انا بقول معناته انك انت يعني تشيلني بعد وجهه، انا مدرب لا لا هم شيله المدرب ترى من لعبه القادسيه كانت، هذا ترى مو من الحين، ترى هذه تبعات امور كثيره في تذمر من بعض اللاعبين، مدرب مو سيء مدرب زين، ولكن هم كانوا يبون يكون متعاون، في لاعبين كانوا المفروض يكونوا موجودين شاب. مركز كم على كم لاعب مركز على 13 لاعب، ما يصير فرج كم لاعب عندك مسجل 30 لاعب ولا 26 لاعب، انت ما يصير تركز على 13 لاعب وتنسى الباقي، هذا غلط، احنا كلاعبين كنا نحس فيها قبل صحيح. فلازم انت تركز على مجموعه تخدمك للمباريات الثانيه. اللي تغير انه قام يلعب كاظم 4-4-2 في الشق الدفاعي 4-5-1، ليش؟ لان ناصر فرج يدري بعد الوهاب يجيد التغطيه الدفاعيه في خط الوسط، فكان يخدم شبيب في الشق الهجومي. هذا التغيير اللي صار البسيط، ناصر فرج لانه لاعب خبره قام يحطه ويا شبيب، مع انه ترى في محترفين اثنين ترى بالدكه المفروض يكونون داعمين للفريق، بس الفريق ما زال في الفورمه، احنا نتمنى استمراره، قدم مباراه زينه، المستوى الفني في تصاعد. انت قاعد اشوف شبيب قاعد يقطع كره في خط ال 18 في الشوط الثاني، هذا ما كنا نشوفه احمد. هذا اللي قاله داركو، لما داركو لما تكلم قال لك المحترفين الموجودين اللاعبين المحليين افضل منهم، لذلك اليوم المدرب زلكو قاعد يبرهن كلام داركو. لا لا لا, 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 لا علي، انا جايب المحترفين الاثنين هذول، انت تدري اي لاعب محترف جديد انا ماشي بمنظومه مثلا، ما يصير انا على طول العب، ما يصير، لاعب زين بس بيحتاج وقت. هذا نيمار لما راح برشلونه، لما راح اول موسم تدرون انتم كلنا نعلم ما قدم مستوى زين، الموسم الثاني انفجر، ف
فانت ما يصير انت تيبه انت فريق متصدر وتيبه دخله مع منظومه كانت متماشيه صار لها فتره طويله انزين مثل مبارك سعيد اليوم ادى بشكل كبير قلب الدفاع صدمني مبارك سعيد ترى يلعب نص مهاجم لعب اليوم في قلب الدفاع قدم مباراه كبيره يلعب في النص يلعب مرات باك يمين فهذا لاعب شامل تحسب للمدرب طيب وخالد شنو مشكله نادي الشباب يعني مره نشوفه يؤدي مباريات قويه وكبيره و ويظهر بصوره طيبه ومرات تشوفه يخسر ثلاثه واربعه شوف ابو سعود خلينا نتكلم اول شيء عن مباراه كاظمه وارجع لك على سؤالك نعم ابارك حق نادي كاظمه واقول حق ربعنا هارد لك الامانه اليوم ما استغلينا ظروف نادي كاظمه وغيابات نادي كاظمه نادي كاظمه اليوم صار جيد بحكم اني انا سيء بحكم انا سيء اليوم ظهر نادي كاظمه افضل مني ولكن اليوم نادي كاظمه ما يعني لو انا اليوم في كامل مستواي الفني اتوقع كنت راح احرج نادي كاظمه ويمكن اخذ منهم المباراه ولكن اليوم الجهاز الفني اولا ما حضر حق المباراه زين ما قبل المباراه واضح الفريق فاقد الثقه في نفسه حضور الذهني سيء في يعني اللي قاعد تشوفوه انت الجيم الاول من خط الدفاع اخطاء فرديه هذه ما يخطاها لاعب من الناشئين يمكن سواء من علي فورد ولا من جيمس ولا من اللاعبين كنا نفقدها وقت بناء الهجمة يمكن كذا كرة كنا نفقدها وترجع علينا مرتدة خطرة علينا بالمباراة علامة استفهام عدم مشاركة علاء الدالي يمكن شفنا جيم الثاني يوم دخل علاء الدالي صار فيه حركة أكثر فعلامة استفهام على مستوى تيتي جيمس لا الحيالك على جيمس أنا آخر واحد هذا جيمس ما راح أخليه على المباراة اليوم والله اليوم أتوقع أنا قايل لك بسعود الحين قاعد نوصل إحنا مرحلة الحضور الذهني راح يكون مباريات مع المنافس اليوم نادي الشباب واضح انه مو محضر حق نادي كاظمه قاعد يحضر حق مباراه التضامن وهذه اكبر خطا يسويها اي جهاز فني اذا انت ما راح تاخذ كل مباراه في جديه وللفوز فيها راح تعاني اتوقع مباراه يوم اثاره راح نشوف على مباراه التضامن انا عندي اليوم ما استغليت ظروف نادي كاظمه عندي مباراه يوم المفروض كانت تكون اسهل مباراه التضامن الجايه حكم نادي كاظمه اليوم في عناصر وايد ميشيل حمد حربي عمر حبيتر حتى العرسان يوم ما لعب محترف لعب بدل قبل الثاني محترف اللي بالنص جلبوش جلب المحترفين اليوم ما واحنا اليوم كاملين ولكن اليوم اللي قاعد اشوفه يعني من الصوبين للامانه الفريقين ما في امور تكتيكيه بحته لعب ارتجالي حتى الجيم الثاني لو تشوف الرتم كابتن شاب يقول سريع ولكن الرتم سريع ولكن ما له معنى اقصد سريع بالنسبه لنادي كاظمه يعني لا لا حتى الشباب نقل الكره حتى نقل الكره اسرع كان في بطء اي يعني حتى ما نقل الكره حتى وقت الانتشار بالملعب ماكو ما في ما كان في شيء على عمل لا بس لعب سلبي لا لا سلبي كاظمه افضل بس سلبي كاظمه افضل لاني انا سيء جدا كاظمه افضل لاني انا انضباطي التكتيكي سيء جدا انت انضباط الدفاعي سيء جدا الافراد اليوم الافراد لو لاعب واحد واحد كلهم سيئين مكاسب نادي الشباب هالموسم مباراه يوم احمد دشتي لا. احمد دشتي للامانه يعني من كثر من كل مباراه لمباراه قاعد يشوفه مستوى للامانه هذا مكسب لنادي الشباب ارجع حق محترف جيمس نقطه ضعف نادي الشباب من بدايه الموسم للحين جيمس علينا اغلب الجوال من جيمس اكثر من 13 جول يتحمله جيمس جول اليوم هذا كابتن علي عبد الرضا مدافع لو تريدون الجول وتشوفونه هذا ما يسويها مدافع الا واحد ما مارس كرة القدم او ما مو محترف انا اليوم هذا جيمس شكليا يخرع في الملعب شكل لكن كمهارات فنيا قائد لي ماكو نعم قاعد يشكل عبء على دفاع نادي قاعد على نادي الشباب يوم انا اقول 13 جول من محترف ترى هذه عندك بديل له ما في بديل في بديل ما لعب جيمس ما لعب تكلمونهم هذه مشكله احنا مشكلتنا اليوم قدام ليش اليوم مشكلتنا اليوم مجلس اداره والجهاز الاداري الانتقالات الشتويه من افضل الانديه اللي اشتغلوا بصراحه علاء الدالي المحترف اللي بالنص بدر طارق حسن الحرب فكان في ولكن احنا اليوم جيمس اليوم احنا مستحيل كل مباراه يطلع الجهاز الفني واللاعبين طول المباراه من اخطاء بديهيه يعني اللي قال اليوم هذا ما يدش طيب بصوت قبل لازم اول شيء نشيد بهدف شبيب طبعا انا رايي هدف روعه يبين قيمه مهاجم انا قاعد اقول لك ما راح اقلل من قيمه جول صحيح. شبيب ومستوى شبيب اليوم شبيب اليوم هو رضهان الافضل طيب. وجول شبيب اليوم جول لاعب
هداف يدل الجول، ولكن اللي ساعد شبيب سوء تمركز جيمس. نعم. حتى 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 لو تشوف عزيز وقت بناء الهجمه جيمس كنا مو عارف شو يسوي، هو علي فورد اليوم جريمه اللي قاعد يسوونه اليوم. نعم. انا عندي نقطه بس بروح محل تحكي بس انك تفضل. تدري احنا 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 عندنا مشكله في الواحد ضد واحد، ترى حتى على مستوى المدافعين ونص الملعب هذا اللي بتقدر، علشان كذي احنا قاعد نتراجع. مشكلتنا الحين اليوم في كره القدم الواحد ضد واحد، دائما الخصم يتغلب على جميع المدافعين على كاظم الكويت العربي، لازم هالامور هذه تتطور. واحد ضد واحد اي مشكلتنا، انا متابع اكل مباريات والله ابو لهيب، واحد ضد واحد عندنا مشكله كبيره. طيب اخذ محللنا التحكيمي الكابتن جاسم جعفر لناخذ رايه ببعض الحالات التحكيميه في مباراه كاظم والشباب. صباحك الله بالخير يا ابو حمود. صباحكم الله بالخير جميعا. حياك الله محمود. بناخذ الرأي التحكيمي الخاص فيك حول بعض الحالات التحكيمية، ونبدأ بأول حالة تحكيمية في هذه المباراة. في هذه اللقطة رأيك بقرار الحكم؟ هل كان يستحق كرت أصفر؟ هل كان يستحق قرار إداري؟ نعم فاول صحيح، لكن محتاج قرار اداري كرت اصفر، تهور استخدام اليد على الوجه. لازم اصفر؟ اي نعم اليد على الوجه هذا لو بس طبعا الحكم ما اعطى شيء. لا ما اعطى. انت ايش تقول ابو عبد؟ والله اتفق مع الحكم والله اصفر. لا. ما يستحق. لا فاول. لا فاول عادي. فاول وخالد لا احتكاك عادي. الشباب اختلفوا معك يا ابو حمود ويبقى هذا رايك. نروح الحاله التحكيميه الثانيه ابو حمود. هل هناك ركله جزاء في هذه اللقطه؟ استمراريه لعب احتكاك طبيعي جدا. ابو عبد الوهاب احتكاك طبيعي. ولهيب صحيح احتكاك طبيعي. ابو خالد مع جعفر. طيب هني الشباب كلهم اتفقوا معك في هذه الحالة. نروح حق الحالة التحكيمية الثالثة. هل هناك ايضا مخالفة وتستاهل قرار اداري كرت اصفر؟ هني ايضا ترى ما اعطى كرت. اي نعم يستحق كرت. هني كرت اصفر. هني يستحق كرت اصفر. ابو لهيب اي كرت اصفر يستحق. ابو خالد ما يستحق. شلون؟ ضرب على الوجه. على الوجه ما يستحق. طيب يعني الأغلبية معاك يا أبو حمود. متعود تكوع لما تطمر فوق. متعود تكوع. ما قاعد يكوع عيدة. نروح الحالة الرابعة. هذه الحالة التحكيمية الرابعة. أعطاها هني أعطى مبدأ إتاحة الفرصة. بس ما أعطاها إنذار. هنا هذه لقطة من مركبة. نعم. أعطى بشكل ممتاز جدا، أعطى مبدأ إتاحة الفرصة بدل لا يحسب الفاول بوسط الملعب، لا وصلت للركنية. لكن يحتاج الى قرار اداري كرت اصفر، للاسف ما اعطى كرت اصفر. ترى الفار قال له، ترى كان قاعد يكلم الفار على الحاله هذه. انه شنو؟ على الكرت اصفر يمكن او الفاول عادي. لا هي اصفر. تل الفنيله واضحه. يعني لو تشوف الكلمه على هذه يعني ما واضحه هذه واضحه. او يمكن يذكره يعني يبي ذكره ممكن. بس اللي يحسب له اتاحه الفرصه. اتاحه الفرصه كانت جيده فعلا، لكن قرار اداري لابد منه كرت اصفر. ابو عبد الوهاب. كرت اصفر. اصفر. ابو لهيب كرت اصفر. كرت اصفر. ابو خالد مع كابتن جعفر. اوكي نروح الحاله الاخيره ابو حمود. هذه ايضا رجع فيها للفار حكم اللقاء ولم يحتسب شيء. هل هناك ركله جزاء؟ انا اتفق مع الحكم، لا وجود ركله جزاء، احتكاك طبيعي كذلك. اللاعب تاخذ الكره ما راح توصل له، قال خليني اجرب ممكن يحط بلنتي. لا ابدا ما في اي ركله جزاء. زين اللي ورا، شوف اللاعب اللي وراه ابو حمود. جيمس مو اللاعب اللي قدام اللي طاح وراه. صح شوفه اللي وراه. نعم اللي وراه هو الحادثه اللي وراه. لا ابدا احتكاك طبيعي، ركله فاول يعني لا على الاولى ولا الثانيه في شيء. لا ما تنتقل الى ركله جزاء. ابو عبد الوهاب اعتقد تحايل على الحكم وما فيها شيء في الحالتين، لا اللي قدام ولا حتى اللي ورا. شوف واضح، شوف اللي ورا. انا قاعد اتكلم طبعا اللي قدام ما في شيء، لكن اللي ورا شوف مبين مو مسحوب اللاعب اللي ورا. يعني حاط ايده اوكي فيها، يعني
احتكاك طبيعي هذا لا تلتقي لا تلتقي لا تلتقي لا ركله شوف ابو لهيب اللي ورا انا اشوف في 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 سحب في سحب اي بس انا لا ويا ويا هاي يعني ويا ويا. ما يستحق ركله جزاء انا ما اشوف فيها ركله جزاء لان في البدايه جيمس شوف شوف تحايل وفي حط ايده وفي تحايل لا جيمس ما تحايل لا جيمس ما تحايل شوف تحايل لا 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 زياده زياده فريق لا ما تنحسب انا اتفق اتفق يعني جيمس من 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 مسكه يطير كذي صعبه وخالد شو تقول لا لا ما في شيء ما في شيء عادي كره ابو حمود هذه الحالات الخاصه في هالمباراه ان شاء الله راح نتواصل معك اذا في حالات في مباراه النصر والنصر واليرموك شكرا لك يا كابتن جاسم جعفر محللنا التحكيمي قبل لا نروح الفاصل بناخذ اتصالين على السريع مبارك حق مدريد تاهل يبا ما تاهل خلصت يبا خلصت يبا 3-1 صار هو مو مركز فرق الاهداف فرق الاهداف شلون 3-1 3-1 من ريال مدريد انتهت المباراه ما انتهت انتهت مبروك الله يبارك معك خلقك كنا يا عزيز مبروك هذا ردنا على اللي شكك في قدرات ريال مدريد انه ممكن يعود احنا كنا نبي باريس هذه بطولته هذه بطوله مدريد بنزيما هاتريك مبروك بس هذا حدد الدور الجاي ترى ها الريال حدد الدور لا تطوف باريس خلاص النهائي خلاص لا واضحه واضحه تبي الريال هذه بطولته مبروك الله يبارك ليش ضايق خلقك ها لا العكس انا مستانس وهني الله يسلمك محمد راح يضبطنا الحين فاز ريال مدريد المفروض يعني محمد اخوي مختار صبحك الله بالخير السلام عليكم شو الاخبار عليكم السلام حياك نورت الشاشه والله مشكور انا بتكلم بس على الاتحاد اليوم قالوا ممنوع جمهور العرب يحضر يعني انا ما ادري يعني ان نادي السالميه هو الغلطان على جمهور النادي العربي مو العربي اللي هو غلطان على جمهور يعني لعيبه السالميه ولعيبه السالميه تهجموا على الجمهور العربي تهجموا على الجمهور العربي وسكروا البيبان علينا وما خلوا يعني احترام حق الجمهور العربي ويجيب علينا الاتحاد يقول ممنوع جمهور العربي يحضر في مباراه الفيحيل اللي هي مهمه حق العربي يعني تحدد الدوري يقدر العربي ياخذ او ما يقدر وتخلي العربي باكر يدخل دون جمهوره هذا انا يعني الاتحاد بس مختار يعني لا تقول ما سووا شيء للجمهور لا التحدث اللي صار والكراسي تكسرت مدرجات الساميه يعني في تصرفات كانت مو صحيح. يعني ما تمنيناها ولا توقعناها ولا تعودنا عليها من جمهور العربي صح انا معك بس بقول شيء ان لعيبه السالميه ورا يوم سكرتوا الكاميرات ترى جمعه سعيد تهجم علينا وياي كان بيميت ايده على جمهور النادي العربي ونزل له واحد وصارت هوشه وسكر البيبان ملعب السالميه وهذا يعني ليش يعني كان نادي القادسيه كسر ملاعب بنادي الكويت وما سويت عقوبه يعني عشان جمهور العرب يعني وبس مشكورين والله مشكور يا مختار انا امانه ما كنت موجود في هذه الحلقه بس حسب اللي عرفته وبلغوني الاخوان ناقشوا هالموضوع بكافه الجوانب واخوي خلف ايضا يعني تطرق الى موضوع اغلاق البوابات وايضا وجه رساله ايضا للشيخ تركي وتمت مناقشه هذا الموضوع اخت منى صباح الخير هلا امي السلام عليكم عليكم السلام الحمد لله على سلامتك امي الله يسلمك انا داق اختلف مع فري لهيب بس دام انه بشرني فوز الريال الله يبشره بالخير مبروك الامور طيبه عيال فري ترى كاظم اختلف لا تقول لي ما اختلف كاظم مع المدرب القديم كان يلعب دفاع يقط الكره على شبيب وشبيب يتصرف اليوم انا شفت كاظم غير يهجم انا اقول لا التغير اللي قلت عليه نفسيا لكن نفس ما ماشي وتضامن سيء الشباب سيء في نادي تضامن لا كاظم تغير انت لاحظ اول شنو لعب كاظم كان كله دفاع وشبيب وهو يخلص الفريق اليوم لا انا شفت المباراه عدل نفس الشيء شبيب اللي خلص المباراه شبيب خلصها نفس الشيء في مساعده حق شبيب يعني قبل كاظم مع المدرب القديم كله يعتمد على الدفاع صحيح وشبيب يخلص لهم المباراه اليوم لا في لاعبين يهجمون يساعدون شبيب يعني صح ومشكورين ما قصرت مشكوره يا اخت منى وطبعا ملاحظتك يعني خليت النقاش مع ابو لهيب
وكل واحد له وجهه لا يبين مبات الجاي احنا قلنا ناس ما قال ناصر يلعب كان ترى ناصر لا كان يلعب والله كان يلعب اساسي لان الشباب صح لان الشباب سيء بغض النظر الشباب سيء بغض النظر بس يبين مبات الغادمه يبين يا ابو عزوز والله اتمنى والله خلاص خلص اتصالات يا اخوان وبعدين ايه بعد اتصالات راح اخليكم تحلقون يحيى صبحك الله بالخير صبحك الله بالنور السرور والسعادة أولا أمسي عليك وعلى الأخوان اللي موجودين معك يا حياك ثانيا أتحمد لك بالسلامة مشكور ولك ألف سلام عليك وطهور إن شاء الله تسلم ثالث شيء عندي ملاحظة بس صراحة على زيارة الوفد الخليج تفضل عندكم ما شاء الله في الكويت طبعا عندكم تقريبا احتراف جزئي طيب نعم. معنى هذا الكلام إنه ما في مصروفات كثيرة على اللاعبين طيب ليش ما المبالغ تصرف الباقي للبنية التحتية للملاعب ايش اللي يمنع صراحة ما دام عندكم احتراف بسيط المفروض الدولة تصرف على الملاعب يعني الشيء الثاني الاخ هذا فريدون مجلسهم صراحة ذكر نقطة مهمة قال ليش اللجنة او المسؤولين عندكم في الكويت ودوا اللجنة للملاعب اللي غير صالحة عندكم استاذ جابر جميل زي ما عندكم في ملاعب جميلة طيب الشيء الثالث يعني دورة الخليج وقيمه في الكويت قبل تقريبا 33 ايش يمنع الان انها تقام في الكويت مو لازم دورة الخليج تحتاج ملعب واحد فقط يعني ما ملعب كثير يعني تحتاج ملعب واحد من الاسجاب اللي يكفي صراحه يعني فايش المشكله يعني لا ملعب واحد ما يصير انت مجموعتين ثمان مباريات ثمان منتخبات عندك مباراتين في نهايه المجموعه ختام الجوله لازم تلعب في نفس الوقت عندك تدريبات منتخبات لا ما يصير يا أخوي يحيى ما يصير ما أنت بتنظم بطولة مجمعة بتلعبهم على ملعب واحد ما يصير لا لا يحيى لا هذا اللي صار البطولة اللي فاتت بالكويت أغلب مباريات على أستاذ جابر الكويت نادي الكويت أستاذ جابر بس الأغلب وين كان كله أستاذ جابر ملعب واحد على الأقل الملعبين يعني على الأقل الملعبين جاهزين الأرضيات غير ما في مجال غير الأرضيات غير الأرضيات والعب سوي دورة أخذ أخوي ما في اتصال اوكي بروح الفاصل بس قبل الفاصل شنو كنت بتعلق بخالد الحين على منع دخول جمهور نادي العربي نعم باكر قاسمين الملعب نصين نص اليمين حق نادي العربي ممنوع دخولهم نص اليسار حق جمهور نادي الفاعيل يصير دخولهم اللي بده شلون نادي العربي شلون الجمهور بدش يقولون نادي الفاعيل ما يبغون يدخلون الخبر اي نادي الفاعيل وين الخبر بس عشان اي إدارة نادي الفحيحيل إذا مخرجنا بس عندك الصورة تخطر اتحاد الكرة بعدم السماح لجماهيرها بحضور مباراة العربي وتؤكد عدم مسؤوليتها عن حضور أي جماهير تمثل النادي شنو تعليقك؟ صادهم لعبوا أنتوا مع الاتحاد صح صادهم للأمانة يعني تبي تصج لباكر بيحضر بروح يقعد مع فحيح ايش درى هذا يشجع فحيح ولا العربي زين الحين انا لا عرباوي فحيح بحضر المباراه شلون مو هذا المشكله راح يبطلون بس اتوقع صاب المقصوره بس سك البوابات لا تخلي احد يحضر خلي الناس تشجع من برا مباريات بدون جمهور شلون تستمتع فيه لا شوف شاب انا اللي اعرفه نما على علمي يعني ترى كانت العقوبه على نادي العربي من 3 إلى 4 مباريات عدم دخول الجمهور فيوم صارت لعبة على أحداث نادي صراحة يستحقون العقوبة هذه لأن الأحداث اللي صارت ما تمثل نادي العربي ولا جمهور نادي العربي ولا أخلاقيات جمهور نادي العربي كانت مباراة ممتعة وحلوة ولكن ليش خلوها مباراة واحدة ما أدري أنا ما أدري سمعت إن كانت 3 مع نفس الغرامة فصارت مباراة واحدة مع نفس الغرامة 4000 يعني غيروها أي أتوقع سعود إذا ما حطوا عقوبة تكلموا قالوا انتم مو قاعد تشتغلون ولا قاعد تسوي شيء زين اخطاء العربي خلاص يستحق العقوبه يعني مو قاعد اشوف انه شيء غلط الناس ما قال واحده كافيه مباراه واحده عن وجهه نظري إيه. على اللي صار إيه. لا مو لعبه واحده هذا ترى شيء جديد هذا جمهور يدش الملعب يدوس العلم يتهاوش مع اللاعبين يروح يحتك مع اللاعبين اوكي ما في ام ولكن هذا شيء جديد علينا احنا انك انت تدش الملعب وتحتك يعني انت اليوم يعني خلينا نفترض هذا الشخص اللي يدش بالمكسيك قبل فتره ايش تم وفيه خالد انا ايش قاعد اقول لك خالد اليوم ترى تصير هالمشاكل ما يصير كاتحاد ما تطبق او ما تسيطر ما يعني ما تراقب او تدقق على اجراءات الامن والسلامه في الملاعب وتقعد تعاقب الانديه ما يصير تعاقب الجمهور يا اخي انت اليوم اطلب من كل نادي مثلا رجال امن يكونون حوالين الملعب
لما الجمهور ما يحترم رجال الأمن اللي موجودين أو إدارة أمن الملاعب اللي موجودة ويدخل الملعب، هني عاقب الجمهور، عاقب النادي المنظم. بس أنت فاتح الملعب بحري وتقول ليش الجمهور يدخل؟ ما يصير يعني. شركات الأمن مثل يعني مثل المجمعات مو متعاقدون شركات أمن؟ أخي أنتوا الأندية تعاقدوا شركات أمن تحمي أول شيء اللاعب وتحمي نفس بنفس الوقت. الشركة هذه أبو أحمد الشركة يعني أنت اليوم أقصد الملعب أو الفريق ما عنده إلا مبارتين بس اللي فيهم جمهور، العربي والقادسية والكويت في بعض الأحيان، خلينا نكون منطقيين. غير المباريات يعني توقع السالمية وكاظمة بيحضرون 1000 واحد انحضروا 100 زين على الأقل. على الأقل يعني هذه تعاقد مع شركة تكلفني مثلا 20 أو 30 ألف دينار حق الموسم بالشهر مثلا أو 15,000 أو 10,000 أو 1,000 دينار إن شاء الله بالشهر، وما أستفيد منهم إلا مباراة واحدة. شوف تطبق احتراف إذا ما عندك تقارب. لا لازم إدارة الاتحاد يعني يجتمع مع وزارة الداخلية يقول لهم نبي إدارة أمن ملاعب في كل مباراة، في كل ملاعب تكون موجودة. هني الاتحاد إذا مثلا الحين بالسعودية مثلا إذا شافوا نادي أو ملعب مو مطبق إجراءات الأمن الصحيحة يلعب المباراة يعاقب. يعاقب يعاقب. ليش ما تسوي كذي الأندية؟ الأندية بشكل عام ليش ما تسوي كذي؟ زين ليش ما تسال الاتحادات هذه تاخذ منها يا اخي الفكره هذه وتطبقها؟ مو ملزمه الانديه، مو ملزمه يا دوب ميزانيتها تشيلسي 15 لعبه تبي تحطها الحين فتح لك الاستثمار. شلون مو ملزمه؟ فتح لك الاستثمار خلى العالم تسوي. مو كل انديه، مو كل انديه فيها استثمار. عموما انا رايي هذا يعني هذه العقوبات اللي ما ادري رايي والله استاذ نواف وانت ابخص في هذا الموضوع. يعني في ظل الوضع التنظيمي السيء انك تعاقب جمهور. احنا ترى مو باوروبا والله جمهور ميلان مثلا يبي يسافر بيروح حق فريقه في تورينو عشان بيحضر مباراته مع يوفنتوس. تبي بس غرامه؟ تبي بس غرامه تقصد؟ شلون تبي بس غرامه؟ بس غرامه والجمهور واللي سواه الجمهور. الجمهور ما تعاقبه، ما يتحمل بو لهيب. لا ما يتحمل جمهور سعود. لا لا بو لهيب انت طب انت طبق اجراءات النظام والامن اللي موجوده في الملعب هني عاقب الجمهور. انت الجمهور مو سامح. مو لا ابو سعود شلون ما عاقب الجمهور بسعود؟ يعني اخلي اللي سواه عادي في فرقة تأثر بعد حضور الجمهور، في فرقة تستفيد بحضور الجمهور. اوكي ابو لهيب انا باكر بودي 5-6 يقعدون بين جمهور نادي الكويت بسويها انا مثال. اوكي بودي 5-6 بتقعد مع اعطيه كل واحد اعطيه شغلات هذه يحذفها بالملعب. أوكي. اقول له يقعد الاستيشيرت نادي الكويت بس محسوب على نادي محسوب عليهم ليش لا قاعد بالرابطه لا لا مسعود محسوب لا لا ما شلون لا الحين شاب واحد من جمهور مباراه كاظمه وقعد 5 انا ولبس بتشيرت نادي كاظمه ينحسب مع الجمهور ولا لا؟ بس فرج هل الجمهور كله حذف؟ انت جاوبني الحين ينحسب ولا ما ينحسب؟ ينحسب بس خلاص. بس هل الجمهور كله اللي حذف؟ هل الجمهور كله اللي كسر؟ لا ما في كله ولا نصه. لا لا ما في ما في ما في ما في لا في فرق تستفيد من حضور الجمهور وفي فرق ايضا ما معود زين جمهور ما يصير خلاص الفوضى اقعد احذف انا وبس. ما يصير يا جماعه. لكن احداث مباراه السالميه والعربي انت ما شفتها ابو سعود؟ لا لا احداث مباراه السالميه والعربي كانت غير رياضية للأمانة من الجمهور. كراسي الكراسي وتحذف البطول والسب والسب اللي كان قاعدين حق اللاعبين والإداريين. البطول 50 مرة تكلمنا مو بس البطول. ما حد يسمع خالد. ما في ملعب بالعالم يبيع بطول ماي. شو ما في ملعب ماي ماي قلت ما في ملعب بالعالم بالعالم يبيع حق الجمهور بطول ماي. وإذا ماي ماي بسعودي بيطلعون من الجمهور بيقول والله إحنا هذا من ضمن الأمن ما دخل البطول. يسوي شيء يسوي شيء هذا بوكس والجلاس جلاس تحطك فيه ماي ما يعجب والله ما يعجب الناس لا يعجب الجمهور. لا ما يصير ما في ما في دول بالعالم يبيعون بطول ماي. لازم تكون عندنا هم احنا ثقافة يعني حتى جمهور لازم يكون شوي عندك ثقافة. لا بتحذف انا ما اقول حتى لاعب ترى لاعب السالمية مخطئ بسعود مخطئ اللي سواه مالك حق الجمهور مالك حق الجمهور العربي مع احترامي حق اللاعب سبو العيسى فلاح له كل احترام وتقدير. أخطأ صحيح أخطأ الولد صغير بالسن نقول وتصرف كان خاطئ منه. هل يعقل ترى قبل الله يحذفون وقبل الله يكسرون جمهور العربي يحذف بصراحة خليك حقك. لا حذف لا لا كسر كراسي ما حذف كسر كراسي نص مباراة وحكم مباراة بس كسر كراسي. ترى التصرف هذا هو اللي زاد غضب الجمهور. أنت استفزيت جمهور على جمهورنا استفزه خلاص يفقد فرج. اذا شو يسوي يكسر الدنيا ودخل مرات افرح الجمهور ما تروح عند فريق. انا متفق خطا اللي سواه اللاعب خطا شاب. بس عايز قاعد يقول لا المفروض بس غرامه. شلون غرامه؟
واللي سواه الجمهور بس انا قلت كسر مسعود افترض من اللاعب يصرح للجمهور ما لازم يعاقب ما في شيء يا جماعه ينافس صح. وانت جيت استفزيت انت رحت للجمهور دايركت رحت للجمهور يا اخي افرح يا جمهور خطا شاف خطا مشروع لك خطا بس انت ما عزيز انه بس غرامه لا ما يعاقب الجمهور فرج انا ضد الغرامه والله شوف يا غرامه يا شوف يا غرامه يا ايقاف ايقاف بس يا غرامه ما يصير ايقاف غرامه انا هذه ان جزئيه ايقاف يفترض غرامه هذه ما هي عشان ما تكرر يعني عشان ما تكرر بس يعني مجلس اداره ولا حد يفهمنا غلط ترى احنا مو ضدنا الجمهور لا بالعكس بس نقول ان هالشيء المفروض ما يصير يعني عندنا ولا تعودنا عليه ولا تعودنا عليه من الجمهور العربي يعني مع ان لاعب السالميه وهو اللي مخطئ متفقين انه هو المخطئ بس ما تعودنا على الجمهور العربي يظهر بهالطريقه صارت ردة فعل من احلى جمهور مر ظروف اصعب العربي ترى وانت شاب يمكن لحظات عشتها وشفت جمهور العربي شلون تحمل بعدين هذه النقطه والله لاعب ما يصير تحتفل قدام لا احتفل انا قصدي انه دايركت على الجمهور يا ابو لهيب ابو احمد ما تشوف لاعبين الحين يسوون كذي مورينيو لما فاز افتر الملعب كله لا لا افتر عليه اوريك صوره مورينيو ورا مخرجنا تكفى هذا دي بايور لما كان يلعب في أرسنال انتقل حق السيتي راح قول على أرسنال شوف وين راح شوف قدام الجمهور أما تقول لي والله ما يصير تروح تحتفل لا أنا قصدي الطريقة قدام الجمهور ما لا شوف شوف رايح قدامهم وقاعد يحتفل بالجول قدام جمهور أرسنال ما له شغل غير هذا اللي يأشر يسوي كذي غير اللي شاب عندك شاب ترى يوم تأهلنا مع سعودية رايح جمهور سعودية كاهو الحين طالب أسلم عليهم بس أنا لا ما قلت مش طيب أروح لفاصل وبعدها سعود صباحكم الله بالخير نتحول الآن إلى المباراة الثانية النصر واليرموك مباراة مثيرة بنتيجتها لأنها كانت كبيرة على اليرموك الحقيقة خلف العنزي تابع المباراة وعدنا هالتقرير استقبل اليرموك على استاد عبدالله الخليفة فريق نادي النصر وكان لأصحاب الأرض أولى المحاولات عن طريق المغربي سفيان الذي مرت كرته بجانب القائم عدي الصيفي لم يحسن التعامل مع هذه الكرة وخليفة رحيل تصدى لفرصة كانت سانحة للتسجيل أحمد الفضلي كان في المكان المناسب الصيفي افتتح التسجيل بهذا الهدف الذي انتهى عليه شوط المباراة الأول كرة أمامية عدي الصيفي وجول عدي الصيفي في شوط المباراة الثاني حاول النصر تعزيز النتيجة وحاول اليراميكا التعويض وتسجيل هدف التعادل بأكثر من مناسبة لكن محمد دحام تميز بهذه الكرة وسجل منها أجمل أهداف المباراة والآن محمد دحام الله 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 محمد دحام القائد خليفة رحيل يتألق ويحافظ على نظافة شباكه والبديل عبد المحسن العجمي تحصل بمهارة على ركلة جزاء الصيفي عدي نفذ الركلة بنجاح مسجلا ثاني أهدافه والثالث لفريقه ليختتم دينيس مهرجان الأهداف بتسجيله لهدف رابع بهذه الطريقة من اللي راح يسدد؟ دينيس يسوج جول دينيس سيسوجا الحمد لله والشكر يا رب قدرنا ناخذ المباراة من أول دقيقة لآخر دقيقة الحمد لله أبارك حق إخواني اللاعبين الجهاز الفني والإداري وأقول هارد لك نادي اليرموك وإن شاء الله بالمباراة الجاية نركز أكثر وكل مباراة ندش
افضل من اللي قبلها وناخذ كل المباريات. انا ما ادري شنو في بين نادي اليرموك والحكام، يعني اخطاء بسيطه النصر ياخذها، الاخطاء اللي لنا لا، اليرموك يعني القرار يكون مو سهل حق اليرموك، سواء فاول سواء بلنتي، يعني القرار يراجعونه ألف مرة. لكن أي فريق ثاني، ما أتكلم عن النصر، النصر اليوم استحق المباراة، أتكلم أي فريق ثاني لا، القرار دائما ضد اليرموك، ما أدري شنو، ما أدري شنو المشكلة. من أفضل الفرق اللي موجودة في أسفل الترتيب على مستوى كرة القدم، لكن فريق بصراحة يعني يفتقد إلى الحظ، هو الفريق اللي وقف كل الفرق الكبيرة تقريبا يلعب مباراة كبيرة، فاحترام كبير، المباراة ما كانت سهلة بالنسبة لنا، لكن خلف ما يصير احنا بعد الفوز نقول ان احنا زينين وبعد الخسارة نقول احنا سيئين. انا كنت دائما اقول حتى وقت الخسارة من اول مباراة استلمناها او تحديدا من الشوط الثاني مباراة نادي القادسية، واحنا نحاول نسيطر على الخصوم، نحاول نمسك الكرة، مع التمارين قاعد نتحسن على مستوى الاستحواذ، على مستوى افتكاكنا للكرة، على مستوى جاهزية دكة البدلاء. محمد هادي اليوم واحد من مفاتيح اللعب، وين كان محمد هادي في السابق؟ زميلك اللي طلع رفضت من المباراة السابقة، قلت له احترم قناتك الإعلامية، احترمك شخصيا، لكن أنا ما راح أطلع مع هذه القناة للإساءة اللي حصلت لنادي القادسية. لا يمكن أنا أني أقابل أي شخص في الجمهور وأسمح أنه يسيء لنادي بحجم نادي القادسية أو نادي بحجم نادي العربي أو نادي بحجم نادي كاظمة. إحنا رسالة الإعلام رسالة سامية، يجب أن تكون رسالة هادفة وليس تهجيج الجماهير وخلق مشاكل. فلذلك أنا أرفض أني أطلع إلا إلى أن يعتذر النادي القادسية هو المذيع نفسه. كتيبة المشعان تكسر سلسلة تعادلات اليراميكا ليبتعد النصر عن منطقة الخطر ويبقى اليرموك في ذيل الترتيب. شكرا اخوي خلف، قلت لك للنصر مجلس اداره جهاز فني اداري جماهير ولاعبين، هار لك لليرموك. ابو عبد الوهاب، يعني نتيجه كبيره على اليرموك صراحه. والله بسوت طبعا تكلمنا عن فريق اليرموك فترات سابقه وقلنا يعني تضايقهم منه، يمكن وصلني خبر مجلس اداره والاخوان المسؤولين عن الفريق والجهاز الفني وحتى بعض اللاعبين تضايقهم منه، لكن احنا اليوم هذا واقع بسود فريق اليرموك، يعني تحس انه يعني فريق ما عنده يعني الرغبه، ما عنده ثقافه الفوز، ما عنده طموح انه يكون انا والله بنافس او بستمر في الدوري الممتاز. والدليل يعني يمكن اليوم مباراه اليوم تشوفه فريق محبط، يعني من بدايه المباراه محبط ومسلم المباراه، دش عليه جول وكانها انتهت المباراه. ف يعني مو يعني شيء متوقع صراحه ان نشوف الفريق اليرموك على هالمستوى هذا. واضح ان الفريق قلناها من قبل يعني بالقسم الاول ان الفريق رايح للدرجه الاولى، لا نجامل مهما انت عملت. اوكي القسم الثاني انت جبت انتدابات جديده محترفين وكذا هذا، لكن احنا قاعدين نشوف اليوم الفريق ضد نادي النصر يمكن شفنا اداء جدا سيء، وتحس ان اللاعبين اليوم روح الهزاميه من اول المباراه، والدليل شفنا النتيجه الكبيره اللي حصلت. لكن احنا نتكلم في شيء مهم اليوم سعود، ان اليوم ايضا نادي النصر والتطور اللي حصل من قيادة المدرب أخوي محمد المشعان، اليوم شفنا تطور على مستوى الأفراد، على مستوى المجموعة كفريق. اليوم تحس أن النصر في فترة اللي مسكها الكابتن محمد المشعان تطور، قاعد يقدم كرة، أصبح فريق يبادر بالهجوم ويهدد المنافسين. والدليل اليوم شفنا اليوم صراحة أقوال صراحة يعني من تسديد، من كرات ملعوبة، من لعب مركب، يعني صراحة في شغل، في بصمة مدرب. وأعتقد أن اليوم النصر عنده هدف أنه يكون بالمنطقة الآمنة واستحق الفوز، وهارد لك اليرموك، ونتمنى لهم إن شاء الله يعني ان ولو ان الامور اصبحت اصعب واصعب. المركز الاخير اعتقد 6 نقاط نعم،
المهم المستحيلة و... طيب أبو لهيب، يعني مثل ما أشدنا بهدف شبيب لازم نشيد بهدف محمد دحام ونشيد بأداء النصر بشكل عام صراحة اليوم. نعم أبو سعود، أول شيء مبارك حق نادي النصر ونقول هاردك نادي يرموك. بس في نقطة أبو سعود بنتكلم فيها عن نادي اليرموك. احنا نادي اليرموك يمكن اشدنا من المستوى اللي قدمه. نعم كان يوقف الفرق الكبيره وكان ند، بس انت يعني هم ما يصير انت بتظل انت دائما بهالاسلوب هذا تاخذ تعادل لما تصعد فوق، ما راح تقدر بالنهايه. لازم انت هم تغير شكلك داخل الملعب امام فرق كبيره، انت قاعد تكون ند وقاعد تطلع بنقطه نقول يعني شيء جيد لك، لكن لما يكون فرق اقل نوعا ما او متوسطه عليك انك انت ايضا تبادر، تكون نفس ما قال ابو عبد الوهاب يكون لك رغبه، يكون لك يعني حماس داخل الملعب، ممكن تغير طريقتك من الدفاعيه الى الهجوميه، يكون لك اسلوب مغاير. لكن بالنهايه احنا دائما نشيد بنادي يرموك باللي قاعد يقدمه احمد حيدر على حسب امكانياته نقول له جود لك. بالنسبه حق نادي النصر ابو سعود، يمكن تغير واضح، تغير كبير وشفناه مع الدكتور محمد المشعان. لكن ابو سعود ارجع واقول نفس المباراه اللي طافت قلت لك مو مقياس، لان اليرموك ايضا مباراه اللي امس شفناها ما كان جيد، فما نقدر، لان اساس نادي النصر داخل المباراه يبي ثلاث نقاط وسكر الموضوع، يبي الاهم، ما كان يبي اداء ولا يبي كان يبي انه يظهر في مستوى، يبي النتيجه. نعم. عشان وضع ابو سعود ترتيبه يكون بالمنطقه تكون مريحه نوعا ما. فدخل المباراه اليرموك ما كان جيد، سجل هدفين. نعم تغير نوعا ما، صار عنده الاستحواذ قاعد نشوفه، مشاري العازمي، محمد الفهد، صار في سيطره في وسط الملعب، هذا اسلوب اللي يحبه الدكتور محمد المشعان طبقه. لكن بنشوفه مع الفرق الاخرى، الفرق الثانيه الكبيره، هل راح يمشي نفس الاسلوب ولا راح نشوف بس لان نادي يرموك ما ظهر بالشكل المطلوب؟ هني يعني الموضوع. لكن بشكل عام فوز مهم، يعطي اريحيه حق الكابتن او الدكتور محمد المشعان وايضا لاعبين نادي النصر في المباريات القادمه، يكون في منطقه مريحه نوعا ما، لان لغايه الان بسعود لهاللحظه ترى وضع نادي النصر شوي يعني مو ما في اريحيه. نعم لا تقريبا لا لا في هو عنده 15، منو ترتيب ال 11 في شباب، ممكن هنا بعد فوز اليوم ممكن اخذ اريحيه نوعا ما، اخذ اريحيه. لكن بشوف العمل مع الدكتور محمد مشعل مع الفرق الكبيره. طيب هو قال الدكتور محمد، قال انا لاحظت ان الفريق قاعد يتحسن من بعد الشوط الثاني في مباراة القادسية. كلامه صحيح صراحة، يعني تحسب للدكتور محمد المشعان الأمانة إنه غير من شكل الفريق، من منظومة الفريق. فريق قاعد يلعب متجانس، هذه خطط مركبة يمكن علي يفهمها أكثر مني. قاعد تشوف يعني لعب مركب، بالذات الهدف الثاني تشوف 1-2 1-2-3، فهذه تحسب للمدرب. هذا عمل تمرين داخل الملعب بسعيد، ترى مو من فراغ، هذا تأكد إنه عمل مدرب. لو تشوف محمد هادي يحضر بالطريقة بالشكل هذا، التحضير كان هو أساس هدف محمد دحام الهدف الثاني، ترى تحسب للمدرب لأن هذا عمل مدربين داخل الملعب. نعم. نادي النصر الأمانة اليوم قدم مباراة كبيرة تنظيميا في الشق الدفاعي، في وسط الملعب، في الشق الهجومي. يعني نادي النصر قاعد يقدم كرة شاملة اليوم، بغض النظر أن اليرموك ترى كان سيء، احنا قاعد نشوف عمل مدرب قاعد يطبق داخل الملعب. نعم. هذا شأن نادي اليرموك، ما قدم مباراة زينة، ولكن التحولات اللي كانت موجوده لنادي النصر امانه كانت تحسب للمدرب. تحول هدف عدي الصيفي، القطعه، اللعب الطويله، شلون دخل الداخل، هدف محمد دحام، فهذه تحسب لازم يشيد فيه الامانه. سعود الساعه سالتي مره على عن هدف محمد دحام، هو اللاعب نفسه ابو سعود، اللاعب قاعد يقدم مستويات ممتازه، مظلوم اعلاميا انا وجهه نظري يفترض. اللي قاعد يقدمه مع نادي النصر مو بس يعني مو بهالموسم، حتى المواسم اللي طافت كان حل من حلول، وكان يمتلك التسديد، عنده المراوغه، لاعب تكتيكي درجه اولى، فاعتقد انه لاعب مظلوم اعلاميا. وايضا الهدف اللي سجله هدف يمكن وجهه نظري من افضل اهداف نادي النصر. هو ما يحب يطلع اعلاميا، يعني مو مظلوم، لا الاشاده ابو سعود اهم الاشاده. لا هذا دوركم انتم، إيه لكن احنا كاعلاميا احنا يمكن هو ما يحب يطلع خجول او شيء، ناخذ معاه لقاءات على المحلين يعطونا حقه. لا انا بس بغض نادي النصر بغض النظر فاز ولا فريق قاعد يلعب بتنظيم متوازن، هذا اللي يهمنا. هذا اللي توني كنت بقوله اليوم في نقطه مهمه، شنو كانت ميزه نادي اليرموك على المساحات على المحترف كارلوس؟ اليوم ما شفنا، لان الطريقه اللي وضعها الدكتور محمد المشعان اليوم خطه المتوازنه، ان انا ما اعطي المساحات حق اللاعبين اللي صراحه حق اليرموك، والعكس اني انا اروح اللي طبقه اليرموك انا طبقته عليه من خلال استدراج الخصم واللعب على المنطقه والمساحات الفاضيه. نعم. وخالد نتيجه متوقعه 4-0.
لا هي 4-0 لا مو متوقع، ولكن متوقع فوز النصر اليوم. مسعود، العناصر الموجودة في نادي النصر تفوق فنيا بشكل كبير عن نادي اليرموك. العناصر اللي فيها موجودة في نادي اليرموك يمتلكها كابتن أحمد حيدر أبو عبد الله ما تقدر تجاري أفريقيا الفريق الأول درجة ممتازة بعيدة. يعني أنت لو تشوف يوم 6 نقاط من 12 مباراة عليك 21 جول تملك، يعني فروقات كبيرة. يوم نادي النصر من المعيب، أنا أقول لك يا من الأجهزة الفنية اللي قاعد تشرف على نادي النصر، إنك أنت تنافس على الهبوط من المعيب اليوم، لأن مجلس الإدارة قاعد يسخر لك من أفضل محترفين واللاعبين المحليين أنت تملكهم. اليوم نادي النصر مع الدكتور محمد المشعل في تطور، ولكن تطور نسبي بسيط، ولكن مو يعني لذاك التطور العالي. لا لا، في 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 تنظيم جيد، في التزام جيد، في العناصر اللي كانت مثل محمد دحام، مثل محمد هادي اعطاه فرصته لكن ما كان ماخذ فرصته. محمد الفهد، محمد الفهد مو محمد الفهد الرقم 5 النص متاخر، شامان خالد شامان كان هذا لاك، ترى كان في تفاوت في مستواهم، مره فوق مره تحت، ولكن مع محمد شاق قاعد نشوف ثبات من المستوى. المدرب الناجح انا بالنسبه لي اليوم فوق الجمل التكتيكيه اخلي اللاعب اللي هذا نازل مستواه يعطي اكثر ما يملكه في الملعب. اليوم هذا اللي كان فروقات، ولكن اليوم انت تقول لي نادي اليرموك يقدم مستويات، قدم مستويات، ولكن هذا الحد اللي عنده اللي يملكه في المستوى الفني ما يقدر يعطي اكثر من كذي. في لازم اليوم نثبة قال قبتل علي المجلس اداره نادي اليرموك يا محترفين، بدل المحترفين، محترفين جيدين افضل من المحترفين الصيف اللي بيابوهم بالصيف، ولكن اللاعبين المحليين في نادي اليرموك هذا المستوى الفني اللي هم موجودين لا يزلعوا مني، هذا ما يقدر يطور من نفسه ولا يقدر يعطي اكثر من هذا الليمت اللي موجود فيه. هاردك نادي يرموك اتوقع مهمه مستحيله وصعبه جدا. لا لا مو على المباراه الجايه، لان اليوم 6 نقاط من 13 مباراه عليك 25 جول هاي صعبه. شوف مقطع كامل بس والله حق الدكتور قال نقطه مهمه بسعود، واعتقد يأيدني فيها ابو عبد الوهاب لما قال الفريق لما يفوز نشيد فيه، لما يخسر نقطش مع الحكام. نعم. هذا بسعود يعني لازم تتغير، لازم الفكر هذه تتغير. لما نخسر اقول ان الحكم ضدي، الحكم ما حسب لي، لما احنا بنعيش بالاسطوانه هذه. مقوله نادي النصر بسعود خلاص انتهى زمن، انتهى هذا مقوله انه ينافس على الهبوط. نادي النصر منافس من خمسة الاوائل، لان مجلس الاداره اليوم يعني خليني اقول لك صريح يدعم الفريق بشكل خيالي وبعيد عن الاعلام. حتى دور فيصل العدواني اخذ محللنا التحكيمي بشكل سريع جاسم جعفر مره اخرى، صبحك الله بالخير من جديد. حالتين عندنا في هالمباراه ناخذهم بشكل سريع. الحاله الاولى، هل هناك ركله جزاء للنصر لان الحكم احتسبها هني من وجهه نظرك ابو حمود؟ اي نعم، احتفظ مع الحكم في عرقله باليد وبالرجل كذلك، قرار صحيح بدون قرار اداري ركلة جزاء بدون قرار اداري، يعني ما يستحق كرت اصفر او احمر. احمد ما يحتاج كرت ولهيب بدون قرار. بو خالد، بو احمد، انا اشوف تحتاج كرت اصفر قرار اداري لان بلنتي، هاي ضربه جزاء. بو خالد، بلنتي مع انذار، ما ليش يعني شو المشكله اعطاه انذار فيها؟ يعني لا انه عرقله جول محقق، يعني انت هذا جول لو طايف الجول. انا اللي اعرفه انه اذا حسب كرت حسب بنالتي ما يعطي كرت، ما ادري واحد فيهم. صحيح صحيح يعني صحيح، ما ادري يعني. هل صحيح جاسم الفقره بالقانون؟ هذه الكره اهمال ما فيها تهور، مجرد اهمال خلاص فاول بدون قرار اداري. اذا متى يكون قرار اداري؟ اذا كانت تهور فيها دخول خطر على اللاعب. نعم. يعني ما منع هدف لان في لاعبين اثنين مغطين خلف المرمى. طيب نروح الحاله التحكيميه الثانيه ابو حمود والاخيره في هالمباراه، حالتين فقط. الحالة الثانية، هل هناك ركلة جزاء؟ حكم ما احتسب شيء. نعم، رجل لاعب اليرموك اليسرى عرقلة لاعب النصر الرجل اليسرى كذلك، ركلة جزاء بدون قرار اداري المفروض تحتسب. ابو عبد الله، ركلة جزاء. ابو لهيب، والله لا ما اشوفها ضربة جزاء. ما تشوفها؟ انا ما اشوفها بلنتي. ابو خالد، هي فاول برا 18 يعني ما دشت. وهذه المشكلة بس دقيقة بسعود، اليوم مباراة السالمية والعربي الكل شاد في حركة حكام الإماراتيين خاصة الفار، هذه الحالة طولت أكثر من 3 دقائق. على الخط، على الخط شلون؟ لا لا ما وصلت على الخط، في تصوير اللي على الجنب ورا الجول يوضح لك أنها مو على الخط، قبل الخط ما أدري. عموما شكرا لك كابتن جاسم جعفر محللنا التحكيمي. أنا وصلت الختام، قبل لا أختم طبعا الحساب اللي اخترته لكم
الرياضي اليوم، يعني تهنئة لكل عشاق ريال مدريد ما في شك، أصدقائي زملائي إخواني ربعي منهم بلهيب أيضا الريالية جميعا أبارك لهم وتستاهلون، واخترت لكم حسابلون واخترت لكم حساب ريالي اسمه الليدر عند أبطال. طبعا شيء جميل أنه من الكويت وهذا شيء يسعدني ما في شك. يقول كيف لا نعشق ريال مدريد وهو بطل وسيد أوروبا ب 13 بطولة وسيد أسبانيا ب 34 بطولة. طبعا متطرق لمباراة باريس والريال وفي إحصائية حاطها جميلة، آخر 9 مباريات لميسي ضد ريال مدريد 0 أهداف 0 أسيست في آخر 9 مباريات. أيضا هني صورة جميلة حاطها أو كلمة جميلة أختم فيها الحديث عن هذا الحساب. هناك من يقول، طبعا أنا ما أدري هل المقولة صحيحة قالها السيد سيميوني ولا ما قالها، لكن بناء على حساب أخونا الليدر يقول هناك من يقول بأنهم فازوا بالحظ. لا، ريال مدريد لا يهزمك بالحظ، يهزمك بتاريخه. هذا كلام السيد دييغو سيميوني حسب ما حط أخونا الليدر عند أبطال. فأدعوكم لمتابعة الحساب. بس بيريز شيطان شون داز راموس حق باريس ومسرب لهم الخطه اتوقع. شكرا لك كابتن علي عبد الرضا، شكرا لك كابتن فرج لهيب، شكرا لك كابتن شاب كنكوني، شكرا لك كابتن مسعود فريدون. قبل لا اختم انا وصل لي خبر، يعني تو قبل شوي قاعد نتناقش في هالموضوع مع الزملاء، وقالوا ان حسب ما ذكر بان الكابتن عبد العزيز حماده سيكون مدربا، عبد العزيز حماده مدير اداره التدريب والتطوير سيكون مدربا المنتخب الأولمبي. أنا بصراحة يعني أتواصل مع أبو محمد أكون صريح معاكم ودائما في تواصل، لكن ما تأكدت منه من هذه المعلومة ومن هذا الخبر، وما أسعفني الوقت أني أتأكد منه لأن الحوار دار قبل شوي قبل البرنامج، لكن إن شاء الله راح أتأكد منه من هالمعلومة. لكن أمنيتي ونصيحتي لأبو محمد إذا يتقبلها مني أنه ما يوافق على هذا الأمر ويعتذر عن هذه المهمة. وياك. والله أنا هذا رأيي، بس ما أدري هل المعلومة صحيحة، هل فعلا أعلن رسمي، هل فعلا وافق. بغض النظر لا بطولة ولا مو بطولة، أنا هذا رأيي ويتقبلها مني. ما عموما ما راح أتطرق في التفاصيل إلا إذا طلع الخبر بعدين، عاد وقتها راح يعني أوضح أسباب الرفض أو أسباب اعتراضي أنا شخصيا على هذا الموضوع. ابو لهيب انت ليش معترض؟ ما بما انك رايك مثل رايك. لا شوف، يعني مع احترامي لا طبعا بشكل سريع احبه وعزه وغدره والله، ومدرب ايضا مميز. نعم. لكن مسعود يعني لك مهمه، انت مدير التطوير، في عندنا مدربين قادرين ان يمسكون هالمهمه، محمد فيليتشاو موجود احد المدربين اللي اشرف على الاولمبي، نقول الكابتن احمد عبد الكريم يعني انت كنت تبي مساعد في الفريق الاول ما حصلت لك، ممكن يكون مع الاولمبي نعم طارق خلافي موجودين بسعود، فانت يعني ابو محمد يعني تكون مدير تطوير افضل لك تمسك مهمه. والله شوف ترى التوضيح والله تقريبا نفس التوضيح. ايه مو معناته يعني ليش ملاحظتي على ابو محمد، معناته انه مو قدها. لا والله لا قدها ابو محمد، والله قدها ادري. يعني حلو انه يصير الاختيار بالضبط من اشخاص برا، انه والله نختار ونزكي كابتن عبد العزيز حماده انه هو، بس انا كمدير اداره التدريب انا من اختار. نعم. المدربين اختار نفسي اني ادرب المنتخب الاولمبي. مسعود هو انتهى عقده الحين عزيز حماده؟ لا لا موجود، لا موجود دوله كنا لا ما ما جدد رسمي. لا لا في كلام، في كلام قاعد يباشر مهامه ولا لا؟ في كلام انه لا هو قاعد يباشر مهامه ولا لا؟ انا موجود معنا هو صار محمد موجود معنا قاعد يمارس راس عمل. سعود هو عزيز ابو محمد صار له فتره اشتغل متطوع، ما له شغل متطوع ولا مو. انا ما اتكلم عن راتبه، انا اتكلم عن مبدا علي. انا اليوم احطك مثلا احطك مسؤول عن مهمة معينة، مثلا مسؤول عن مدربين المنتخبات، يشغر مكان تروح انت تقول بحط نفسي انا مكان المدرب، هذا ما يصير مو ما يصير. انا اليوم اختار المدرب عشان اقيمهم. اذا من يقيم عبد العزيز حماده مو هو مدير التدريب؟ اتفق وياك. من يقيمك بعدين يا نفسه؟ انا اتفق وياك اتفق وياك بالموضوع هذا، لكن ممكن هو اللي طلب. ما يصير لا، لان ما في مو موجود، ما في مدرب، ما في ميزانيه. فقال لك انا الفريق الاول رفض، كان جايبينه حق الاولمبي رفض. اي في مدربين ثانيين في في بس ما تدري شنو وجهه نظرهم، ما تدري ليش اختاروا. لا يعني احنا ترى من معزته حق عبد العزيز. اي والله والله تقديري لعبد العزيز وسعود ويعرف معزته ومكانته عندي. يعني انا
بالنهايه والله يقول خله يصير مدرب منتخب الاولمبي وباكر لا سمح الله يصير مسعود ولا ما يعني مسعود مدير تطوير عضو في اللجنه الفنيه وتبي يمسك منتخب الاولمبي ما يصير يا جماعه خلاص امسك مهمه احنا عارفين والله ان ابو محمد يعني قدها محمد وايضا مدرب مميز واخذ بطولات لكن يعني عملك خله يعني انت اللي تعين صحيح انت اللي تختار انت اللي تحاسب مسعود ترى في مدربين وطنيين موجودين فاضيين خالد الزنكي خالد الزنكي موجود محمد ذروه موجود محمد فيلشاوي موجود خلاص شكرا لرعاة وداعمينا شركة ونرز العالمية مع قمات هايجين ومياه بيرين شكرا لطياب القمة شكرا لنظارات كيفان شكرا لمحمصة كازو أنمور شكرا لديرندير شكرا لأجواخ الملوك شكرا لنظارات كيفان شكرا لمعرض بريمير سبورت وكلاء جيفوفا وزيز في الكويت شكرا لمعرض أسد الملابس الرياضية شكرا لمتادور ديزاين مبروك لريال مدريد هلا مدريد بعد مواقف صعبة أخوي اكتشف إن بيرين بحجمها وشكلها الأنيق وغطاها الحل حفظ النعمة وحفظ أغراضه بيرين